أرحب فيكم مشاهدينا الكرام، معنا بفقراتنا المتنوعة، وهذه الفقرة بإذن الله نتحدث عن جانب اجتماعي مختلف. ولعل القيمة التي نتحدث عنها والموضوع المهم اللي نتحدث عنه اليوم هي قضية مهمة جدا لجميع الأشخاص في المجتمع، وهي جزء لا يتجزأ من الجانب الاجتماعي، ونتحدث عن الثقة بالنفس. وراح العلماء يعني يختلفون بتفسيرها وتفسير الثقة بالنفس ما بين المفهوم اللغوي والمفهوم الاصطلاحي أيضا، ولكن كان لها مفهوم فلسفي آخر، والكل اتفق على أن هناك شعرة خفيفة ما بين الثقة بالنفس والإفراط بالثقة بالنفس لتصبح محل الغرور. لذلك أرحب بضيفنا العزيز اللي موجود معنا اليوم لنتحدث عن أمور كثيرة، الأستاذ حسن البلوشي. حياك الله معنا. الله يحييك ويسلمك ويحفظك إن شاء الله. إن شاء الله راح نتكلم اليوم عن موضوع الثقة بالنفس ما بين الإفراط والتفريط، وكما ذكرت في البداية أن لها يعني مفاهيم كثيرة، من مفهوم اصطلاحي لغوي وأيضا مفهوم فلسفي ومفهوم نفسي. لنتحدث في البداية عن الإفراط في الثقة بالنفس، كيف ممكن أن يكون هذا المفهوم سلبي؟ طبعا أول شيء أنا أشكر قناة الكوت لثقتهم فيني. أنت محل ثقة. الله يسلمك، في كذا برنامج على معاكم، ولك أنت سيد أحمد. الله يسلمك. وإن شاء الله راح نتكلم عن هالموضوع هذا المهم جدا. شوف عملية الإفراط في الثقة طبعا هذا يؤدي إلى الغرور، بما أنه يؤدي إلى الغرور فتأخذ نتائج غير متوقعة، يعني تكون سلبية تماما. على سبيل المثال، واحد مثلا يبي يسوي شغلة معينة، عند ثقة تامة أن الشغلة هذه تنجح بدون دراسة على مستوى طالب بالثانوية. أنا أخذ لك رابع ثانوي، اختبارات نهاية، هذا الطالب مثلا دخل الاختبارات وعنده ثقة بأن المفهوم اللي هو فاهمه، الشيء اللي هو فاهمه هو راح يجيب الاختبار. خلاص لما يجي الاختبار يتفاجأ الأسئلة اللي كان متوقعها نصها ما جت. طبعا هذا شو يسوي فيه؟ يعطي اهتزاز كامل، خيبة أمل. أحسنت، ما راح يقدر يقدم المطلوب. لذلك من المهم جدا أنا قبل لا أدخل في عملية الثقة وأبني نفسي كشخص أثق بنفسي، عندي إمكانيات، أعتمد على دراسة سابقة للشغلة هذه. يعني أيضا على مستوى الطالب، أنتبه للأسئلة من المعلم، أبحث بحث آخر، أوسع فكري أكثر، بحيث أني أنا أدخل الاختبارات هذه وعندي كذا حلول. أما أروح بالطريقة هذه وأنا خلاص واثق من نفسي وراح أجيب النتيجة النهائية، لا، يمكن حتى نص النتيجة ما راح تجيب. يعني هناك ربما مقاييس للثقة بالنفس حتى لا يكون أو لا تصل إلى مرحلة الإفراط. صحيح. وإن وصلت إلى مرحلة الإفراط ندخل في جانب الغرور. صحيح. ما هي مقاييس الثقة بالنفس؟ شوف كذا مقاييس عندك. أولا أنت رجل بنيت نفسك بفكر واسع وبمنطق جميل، بحيث أنك أنت تأتي بمجالات الحياة شتى بشكل كامل. أنا ما راح أعطيك الآن موضوع معين. المقياس الأولاني تعرف من أنت. دائما تسأل نفسك من أنا، هل أنت قد هالثقة هذه أم لا. فأنت دائما إحنا نسمع أن إذا واحد بيعطيك مهمة يقول لك ها قدها ولا مو قدها، قبل لا يقول لك قدها وقبل لا تجاوب، أنت قبل أدخل في هذا الموضوع تكون عندك دراية كاملة إذا قادر ولا لا. شوف من المقاييس المهمة للثقة المعلومات، كم المعلومات على حسب الموضوع. الأسئلة لا تنحرج، أحيانا الواحد يغطي على نفسه بالإحراج، يعطيك بوجه آخر مطمئن، لا تحاتون، الشغل عندي أنا، على سبيل المثال عملية السوق البزنس داش بزنس، لا تحاتون، هل الأراضي راح ترتفع، عندي ثقة تامة. لما يتفاجأ إنه بعد فترة الأراضي هذه أسعارها نزلت، تي تمسكها تقول له يا أخي وهكتنا، شو القصة؟ إذن يقول لك أنا اعتمدت على فلان وفلان قال، ولكن أنت شنو عملت؟
هل عمل دراسة أيضا مقياس آخر تعمل دراسة شاملة صحيح لهذا الموضوع. طيب يعني إن أردنا أن نتحدث عن الثقة بالنفس، هل تعتقد أستاذ حسن بأنها يعني كافية لنيل الطموح؟ البعض يعني يعتقد بأن الثقة بالنفس هي أساس للنجاح، لا نختلف عليها، ولكن هي أساس في كل مرة يعني لننال الطموح؟ لا طبعا لا لا لا. شوف أعطيك ملخص لأن تصل إلى مرحلة الثقة بالنفس، هو الاعتماد أولا وآخرا على الله عز وجل. نعم ونعم بالله. لو تسمع أن تتجه القرآن الكريم في بعض الآيات تقراها تريح القلب، ها؟ تعطيك مفاهيم أخرى، والقرآن أوه بركة وللروح والجسد والنفس تكون مطمئنة تماما. أعطيك في شغلات أنا يعني من خلال مجال التدريب اللي أنا أدرب الشباب في عمل التدريب، ألاقي بعض الطلبة وقت الاختبار تلاقيه مثلا بالشفوي، خلاص أنت مطمئن هذا الرجل راح يوصل للنجاح، ولكن في وقت الاختبار للأسف مو قادر يكتب. إذن هناك خلل في الثقة عنده، يجب البحث عن هذا الخلل. تمام. وأيضا مهم جدا تسأل أهل الخبرة في هذا الموضوع. طيب من أين نبدأ إذا أردت اليوم أن أخلق ثقة بالنفس؟ تمام. حتى تكون عندي ثقة وتكون محل يعني صادق هذه الثقة بالنفس، من أين أبدأ بالثقة؟ تمام، خلنا نأخذها كإنسان. أنت كإنسان، إحنا قاعد نتعامل مع البشر، في الموارد البشرية دائما يعطيك مثل جدا مهم أبتديه معك، تعريف الإنسان. الإنسان شنو هو؟ ما هو إلا هيكل عظمي مغطى بلحم بشري، مغطى بجلد بشري متعدد الألوان، كل هذا ديكور، كل هذا ديكور، إلى أن تصل يحكمه ماذا؟ عقل العقل. بشري. استخدامك للعقل بشكل سليم هذا أول باب للثقة. فلازم يعني سبحان الله، ترى بهذا العقل، بهذا العقل ها نهاية الطريق، إما أن تدخل الجنة أم النار. فأنا شلون أعود نفسي بأن يكون تكون عندي عقلية مهمة؟ تدخل عملية السلوك. شوف عملية السلوك جدا مهمة هنا. شنو يعني السلوك؟ وش دخل السلوك بالثقة؟ شغلة مهمة جدا. راح ناخذ مرحلة الإنسان كرياض الأطفال بالروضة، الطفل بالروضة. أنا كولي أمر هذا الطفل خايف من الروضة، كونه مرحلة جديدة عليه، مو متقبل، يبي يهد أمه وأبوه 7-8 ساعات. هل هذا الطفل عارف إيش قاعد يفكر؟ يقول أول تفكير، هل الروضة اللي أنا بروح لها يعوضوني الفترة هذه عن أمي وأبوي؟ نعم. أم لا؟ هنا طبعا يكون دور ولي الأمر بتوجيه هذا الطفل. لا تقولي ما يفهم، لا ترى ما شاء الله لا إله إلا الله، لو ناخذ مقياس الطفل في مرحلة الرياض بالفعل يكون عنده درجة الاستيعاب جدا عالية. إذن بناء الثقة، البناء الأول للثقة يعتمد تماما على المسؤول عن هذا الطفل، وهلم جرى إلى أن يصل إلى سن البلوغ. طيب جرنا إلى يعني محور مختلف، يعني مثل ما قاعد نطالع عملة من الوجهين، الوجه الأول نتحدث عن الثقة. تمام. الوجه الآخر انعدام الثقة. تمام. أنا ممكن من خلال الفشل مرة أو مرتين تنعدم الثقة عندي. جميل. مما يكسر الثقة بالنفس. جميل جميل والله. يعني شوف هذا الكلام أنت قاعد تقوله أكثر من روعة. الله يسلمك. تأكد تماما، ولازم نعود أولادنا على هالشيء هذا. كل الناس اللي وصلوا إلى العالمية واجهوا الخطأ، فمن الخطأ وصلنا إلى النجاح. يعني أنا لما أخطأ بشغلة ما لم أتوقعها، عندي حلين، يا أما أدخل في حالة اكتئاب شديد، أنا فاشل، أنا ما راح أقدر، أنا خلاص الله مراضي عني، و
إلى أن تلقاه أصلا ينعزل. أما لما أخذ هذا الخطأ وأحلله تماما، أحوله من خطأ إلى نجاح، من عدم ثقة إلى ثقة. طبعا هذا أيضا يحتاج إلى متابعة وتدريب وتربية. ومتى يعني تتحول الثقة إلى غرور؟ طبعا طبعا إحنا قلنا الإفراط فيه يتحول إلى غرور. أنا أعطيك شغلة على ما أعتقد كان في، لو نأخذها على مستوى كرة القدم، لأن أدري بعض الشباب هم من عشاق الكرة، من كان يتوقع خسارة البرازيل أمام ألمانيا بهالكم من الأهداف في كأس العالم الأخيرة؟ العالم كله ما حد توقع النتيجة هذه إلا واحد، وهذا الواحد كان مصاحي قالها وفاز بالجائزة. يعني سبحان الله. إذن هنا شيء مهم جدا، ليش البرازيل خسروا بتلك الأهداف اللي أضربت قلوب جماهير ومحبي وعشاق المنتخب البرازيلي؟ السبب الرئيسي الاندفاع الزايد بالثقة. المباراة لنا، احنا راح نفوز، ولكن تفاجأوا بأن الخصم ما ضربهم بالهدف هدفين، أعتقد بسبع أهداف ستة أو ست أهداف خسروا. طبعا بعدها كانت خيبة أمل، وحتى أعتقد المباراة الثانية أيضا خسروا فيها. فخلاص هنا المدرب يعني هدم مبدأ الثقة لدى اللاعبين، والفترة اللي صارت أن أيضا اللاعبين ما قاموا يثقون في المدرب، فصار انهيار لهذا المنتخب. تمام. على المستوى الشخصي، يعني إذا نتحدث عن المستوى الشخصي أنفسنا، كيف ممكن أن أختبر نفسي اليوم إذا اللي عندي من مميزات ومؤهلات وكثير من الإيجابيات اللي أراها في نفسي على سبيل المثال طبعا هي ثقة وليست غرور؟ وكيف أتأكد إن كانت هذه يعني الصفات هي صفات ثقة وما تجرنا إلى منحنى الغرور، وهو المنحنى اللي نتمنى لنا أيضا وللسادة المشاهدين الابتعاد عنه؟ تمام، كلام جميل. طبعا أنا كل ما يحوشني توفيق من الله عز وجل، أنا كإنسان لما أصل إلى مرحلة أن هذا الهدف اللي أنا مثل كيفية الوصول لتحقيق الهدف، عندي هدف وصلت له لأن عندي ثقة راح أوصل حق الهدف اللي أبي. بعد ما أنا أوصل حق الهدف اللي أبي، البعض على حسب السلوكيات تلقاه خلاص عنده غرور، عنده تكبر، عنده أن رجاء لا حد يحاشيني ولا حد يناقشني في هذا الموضوع، أنا الأفهم أنا الأقوى. لا طبعا، أنت لما توصل حق الهدف لابد اللي أنت وصلت له يكون عندك باب يسمونه باب العطاء والتنازل، تعطي الثقة اللي أنت أخذتها بفكر عالي إلى غيرك. ودائما تقول، دائما تقول شيء مهم وآية قرآنية واضحة تماما، سواء كان في التوفيق أو عدم التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم قل كل من عند الله. يعني تأكد الثقة اللي أنت أخذتها وهو توفيق من الله عز وجل. نعم، شخصيات كثيرة نتأثر فيها ويعني دائما نستلهم منها القيم الأساسية الإنسانية الإسلامية. وعلى سبيل المثال، بما أن نحن هذه الأيام نعيش ذكرى استشهاد الإمام الحسين بأبي هو وأمي روحي له الفداء، لنتحدث عن الإمام الحسين ومعيار الثقة لديه. جميل، أنت الآن هذا السؤال أيضا بالفعل عجبني، راح أربط شغلة في الماضي إلى حاضرنا. نعم. اللي إحنا فيه الآن. شوف، سلام الله على الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عندما بدأ تلك المعركة بمراحلها المختلفة، شوف العملية قبل كم سنة إلى هذا اليوم، شوف الثقة وين موجودة. إلى هذا اليوم تلقى بيوت الإمام الحسين في كل مكان. نعم. شلون؟ شو القصة بالأخص في شهر محرم؟ الإمام حسين عليه السلام كان عنده مبدأ التسامح. أعطيك على سبيل المثال،
الحر من الرياح، هذا الشخص منع الماء عن الإمام وعن أهله أهل الإمام. شوف أعطيك الآن مبدأ التسامح وأيضا مبدأ الثقة. ففي الساعات الأخيرة طلب من الإمام العفو، خلاص أنا أشوف ثقة الحر بالإمام، الثقة المتبادلة وتسامح الإمام مع الحر، العملية متبادلة ورائعة جدا. فأعطاه ما هو يريد، النتيجة شنو؟ النتيجة بعد الأحداث، بعد حالات الوفاة، إن كسبوا الجنة الحر في الساعات الأخيرة. هنا العقل، ها هو الساعة، نقول العقل استخدم عقله وتوفيق من الله عز وجل، وعدل موقفه واتخذ قراره بوقوفه مع الإمام الحسين عليه السلام. النتيجة شنو؟ دخول الجنة. نعم، ويعتبر أيضا أحد من الشهداء العظام. نعم، إذن يعني إن صح التعبير في هذه المرحلة خصوصا الإمام الحسين يعني صلوات الله وسلامه عليه، بمن وثق في هذه المرحلة؟ على الرغم أن هناك يعني كان في إمكانيات كثيرة يستطيع أن يثق فيها، يثق في المال، يثق في السلاح، يثق في الأصحاب، كان في أمور كثيرة متاحة له، ولكن كان للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني طريق آخر وثق فيه. شوف الإمام الحسين سلام الله عليه كان خطابه مع الله عز وجل، شنو كان يقول دائما؟ توكلت على الله. إذن الثقة الأولى بالله عز وجل. الثقة الثانية أنه هو من خلال هالمعركة هذه راح ينشر الرسالة إلى يوم الساعة، قيام الساعة. فكانت عندها الثقة موجودة، والدليل من ذاك القرن، من ذاك الوقت إلى وقتنا هذا، السواد موجود، نفس الإمام الحسين عليه السلام موجود، مو بس النفس، تقريبا لعشاق ومحبي الإمام الحسين عليه السلام تلاقي بنسبة عالية في كل بيت، إذن مو اسم الولد، مو اسم الأب، مو اسم الجد، عفوا مو اسم الخادم، مو اسم هذا، اسم الحسين في كل بيت. نعم، شوف العملية مو بس إنه والله كمعركة وكناحية اجتماعية، لا، العملية حط اسمه في كل بيت. أربطها، ودي أربطها في الحاضر، ودي أنت سؤالك أجرني لشغلة ونقطة مهمة بالأخص في هالليالي المهمة جدا. يا ترى إحنا شو نستفيد في هذه الليالي المهمة من الإمام الحسين عليه السلام؟ لو تلاحظ الحسينيات هي ترى ليس فقط تاريخ وبكاء، لا لا لا، تربية ودور اجتماعية وتجديد أيضا. بارك الله فيك. شلون تربية ودور اجتماعية؟ حزن، قلبك يكون مستسلم بما تسمع، وهناك ثقافة، ويعتمد أيضا على الخطيب الحسيني وأيضا أصحاب الحسينيات. أتمنى، أنا أتمنى 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 بهذا بهذه الليالي بأن نستفيد بالفعل، أن تكون عندنا محاضرات اجتماعية تربوية ليست فقط تاريخية نتكلم فيها عن الثقة. نعم، يعني أتمنى من أصحاب المنابر اللي قاعدين من السادة والعلماء والشيوخ، أتمنى أن يكون عندهم نمط اجتماعي يربط مرحلة الإمام الحسين عليه السلام في الماضي إلى الحاضر وتأثيره علينا إحنا، على أبنائنا والمستقبل. نعم، يعني أود أن أوضحها بصورة يعني مبسطة. عندما خرج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه القتال، خرج لجيش يزيد بن معاوية، هل كان الجيش المقابل يتصف يعني بالإفراط بالثقة اللي وصلتهم لمرحلة الغرور؟ فخرج يعني خرجت الثقة بالنفس لمقاتلة الغرور. أحسن، شوف كلامك أرد عليه بشغلة وايد مهمة. ليلة العاشر، ليلة العاشر، الإمام الحسين دعا القوم، قال لهم اللي يبي يبتعد عن الموت فليرحل،
هل يرحل؟ من الطرفين تلاقي هناك من أخذ نفس الإمام الحسين وثبت مع الإمام، ومن هناك عفوا من غدر في الإمام بعدم ثقته، مو فقط في الإمام، عدم ثقته بالله عز وجل. نعم. طيب، يعني هذه الثقة التي ولدت للإمام الحسين أو ولدت مع الإمام الحسين، من أين جاءت؟ والثقة الإمام الحسين بعد الله عز وجل من نور جده محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، المجتمع أيضا ممكن أن يتأثر بالغرور، يعني أنا اليوم إن كنت مغرور ممكن أظلم نفسي، لكن كيف المجتمع ممكن أن يظلم بسلوكياتي؟ أحسنت. شوف، إحنا الآن في مجتمع، وأنا بتكلم بصراحة، أنا بتكلم على مستوى المجتمع الكويتي اللي إحنا الآن عايشين فيه. واحد يقول لي لا مجتمعنا طيب والحمد لله، لا لا لا، صحيح في جزء منه طيب، ولكن كواقع لا، في جزء منه جدا 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 يعني عنده غرور بشكل مرضي. نعم. وهذا وين ينعكس؟ في وين؟ أنا ما بقول لك بالشارع، بالشارع أنت ملاحظ يعني اللي عنده غرور أحيانا أصلا تصل إلى جريمة القتل. ها؟ تصل. أنا بتكلم عن بيته، داخل بيته، أسرته، مجتمع البيت، أنت كقائد بيت، إذا أنت عندك غرور على بيتك وأسرتك وزوجتك، تأكد أن هذا الغرور قاعد تنقله وين؟ لأبنائك، يتعلمون منك فيطلع برا، بيطلع برا ونلاقي مجتمع مغاير، تلاقي أصلا عنده غرور بشكل يخوف صراحة، وعنده انفعالات غير طبيعية، وعنده سلوك سيء. فلذلك للأسف الشديد دائما نقول الله يزين الجيل القديم. طيب ما الجيل الحديث ليش ما نغيره؟ فيعتمد اعتماد كلي بعد الله عز وجل على السلوكيات. نعم. كثر ما كانت السلوكيات معطرة بإيماننا بالله عز وجل، فتأكد أن المجتمع يكون مجتمع رائع. نعم. يعني كيف ممكن استرجاع الشخص اللي دخل في مرحلة الغرور؟ لأنه ممكن أحيانا يكون هناك ثقة وتتطور الثقة للغرور، أنا شلون أقدر أرجع إلى مكان طبيعي؟ هو أمرين، أمرين، كل إنسان عنده خط رجعة. نعم. كل إنسان حتى الظالم اللي هذا عنده خط، أكيد هذا الظالم يوم من الأيام ترى كان طيب، أكيد أكيد. هذا نرجع لخط رجع الأيام الحلوة، الأيام اللي كانت أنت قراراتك سليمة، ترجع لها. الجزء الثاني، هذا الشخص المغرور ما راح يستمر، راح إلى يوم وينكسر، بعد ما ينكسر يتوجه. طبعا أنا الحين ما بقول لك شنو الوضعية، بشكل عام انكسر، فتلاقي محتاج لذاك الشخص اللي كان يتكبر عليه، اللي كان ما يعطي، تلقاه بروحه يروح يطق الباب عليه، تعال يا فلان أنا أحتاجك في هذه الشغلة. طبعا لأن هذاك أكيد يكون شخص متواضع، فرح يبدي معه مشوار آخر، ومن خلال هذا الشخص يتغير. نعم. يعني في ختام الحديث معك، والحديث كان جميل يعني، وأشكرك على الثقة بالنفس اللي عندك اللي نقلتها لنا ونقلتها أيضا للسادة المشاهدين. كلمة تختتم فيها لقائنا وتحب أن توصف فيها السادة المشاهدين، خصوصا أن احنا نعيش في هذه الأيام وفي كثير من الفرص نستطيع أن نستلهم منها أهم القيم الإسلامية. جميل أستاذ أحمد. جماعة، إحنا هذه الليالي هي ليالي حسينية، ليالي للإمام الحسين عليه السلام. أتمنى من أصحاب الحسينيات، أتمنى من الخطباء على المنابر، أتمنى من الناس اللي قاعد يروحون لحسينياتها، إذا كانت حسينيتك في منطقة ما، عندك جيران، عندك ناس، لا تزعجهم. ترى الإمام الحسين مو مختص حق الشيعة فقط، لا غلطانين، الإمام الحسين الكل. ابحث وإقرأ، علمني الحسين من قالها، ابحث وإقرأ وشوف
هاليوم الأجانب، هاليوم أصلا هناك من هم أصلا مو بدينك، مو مذهبك، لا مو بدينك، يعشق سيرة الإمام الحسين عليه السلام. أتمنى أن نكون منظمين ومرتبين، لا نزعج الآخرين. الإمام الحسين عليه السلام أساس معركته أعطاكم رسالة، وهذه الرسالة أتمنى أن ندرسها بشكل سليم، شكل ودي، شكل مرتب، نستفيد منها لنا ولأبنائنا. أتمنى، وهذا من قلبي، أتمنى هالسنة للشهر محرم يكون هذا الشهر خفيف، البس لبس السواد ماكو أي مشكلة، بس نحافظ على المنطقة، نحافظ على احترام الحسينية اللي احنا فيها، حتى اللي قاعدون خارج الحسينية بهدوء، ما يحتاج يكون نوع من أنواع الإزعاج، لأن الإمام الحسين أعطاك رسالة هادية لكل أبنائك. نعم، كل الشكر والتقدير لك مدرب التنمية البشرية الأستاذ حسن البلوشي على هذه الكلمات الطيبة اللي وجهتها للسادة المشاهدين، وتحية خاصة لكل من يتابعنا، على أمل أن ألتقيكم أيضا بفقرات أخرى.